احنا بنسافر يا جماعه، ما في سفره جديده، ما في بلد قريب، كله عندنا، سفره حق ويكند، كله عندنا موجود. ايوه في سويسرا معايا ياسمين. ويسعد صباحك. صباح الخير، تسلمي. وعلى فكره سويسرا هالسنه كانت من افضل الوجهات السياحيه، ف هالوقت اللي هو الربيع والصيف وجهه سياحيه كثير حلوه. كيف الجو هناك؟ بجنن. الله، عن جد. والربيع، الربيع الالوان هلا بتشوفوا بالتقرير، وكمان هي وجهه سياحيه بالشتاء طبعا. ففيكم تروحوا اي وقت بالسنه. لا صح، حمستيني انت اليوم اصلا وانت بتتكلمي تحت وتقولي لي في كثير معلومات وفي كثير اشياء. ايوه من جد تحمست. ايوه بس بدي اياكم تشوفوا التقرير بالاول. يلا اليوم بتبدا من سويسرا، وبالتحديد من مدينه انترلاكن. انترلاكن تعني ما بين، وهالاسم بيجي من موقعها الجغرافي بين نهر تون وبريانز. جوله بنهر بريانز على قارب دونا انا شيء لازم تضيفوه على لائحتكم، لانه فعلا تشعروا انكم دخلتوا على عالم اخر من طبيعته الساحره يلي بتفتح النفس. بعد نص ساعة وصلنا لقرية الصيادين يلي معظم سكانها اعتادوا على الصيد لدخلهم، بس بسنين الماضية مع القوانين ونقص السمك في البحيرة تغير نمط حياتهم ولجأوا للزراعة كمصدر أساسي للعيش. جزء من القانون بسويسرا إنه ممنوع تربوا حمار واحد لحاله، لازم يكون تنين أو أكثر عشان ما يشعروا بالوحدة. فالرفق بالحيوان والقوانين هون ممتازين للحيوانات. من أكثر الأشياء يلي ما بنساها من هالمكان هو طعم الجبن يلي قدمت لنا إياه إحدى المزارعات يلي بتستفيد من الأرض لتصنع أشهى المنتجات. Cheese is made on the mountains, so in the summertime the cows go up. The dry meat is made from our cows. Okay. And the vegetables, they're from our farm. Yeah. The bread is also homemade. This is a Swiss bread. It's called Zopf. Zopf. Yeah. Yes. Also, syrup is from our farm. This is from the flowers in your farm? Yes. So tourists can come here and like try these things and visit the farm and... Yes. Okay. And we sell them. Okay. We have 1.3 ton of cheese in this home every year. Oh, wow. So we sell them. This one is young cheese, it's mild, and this is 2 years old and it's a little bit stronger. I like this one more. Yeah, it's... yeah. Mm. This is really good. But it's, I like... Actually, it's the same, but it's old. So. Ah, okay. Yes. Well, this is 2 years old. This is just fresher. Yes. Okay. So I heard you were on a TV show. Yeah, a cooking TV show. Okay. Every weekend, another woman cooked on her farm. Okay. So we visit them, eat the dinner. The woman with the most points was the winner. And that was you, right? Yes. طبعاً ما في يزور بلد من دون تحدي، وبما إنه انترلاكن محاطة بجبال ومناظر خلابة، فكيف لو فينا نشوفها كلها من الأعلى؟ شو سادة إيش رح أعمل أنا هلأ؟ ما بدي أطلع لهناك. يعني لو سألتوني قبل أسبوع ممكن تعملي هالشي بقولكن مستحيل. نعم، قبلت تحدي الباراجلايدينج لأول مرة والقرار ما كان سهل أبداً.
وعن أي خوف بدي أحكي بعد ما شفت هالمناظر. الصراحة تستاهل. تحدي الباراجلايدينج شك أظن هاي من أجمل الأماكن تعملوا باراجلايدينج لأنه المناظر من فوق شي تاني. حبيتوا المغامرة؟ حابين تجربوها بس ما عندكم الجرأة؟ فيكن تتطمنوا حتشوفوا نفس المناظر من خلال قطار جبلي بياخدكن على هاردر كول، جزء من سلسلة جبال الألب. هالمكان وجهة سياحية مشهورة بزورها أكثر من 50,000 سائح بالسنة. هاردر كولم هي أعلى قمة بإنترلاكن، على علي 1322 متر فوق سطح البحر، والمناظر مثل ما شايفين بتاخد العقل. فيكن تشوفوا كل مدينة إنترلاكن والنهرين. وفيها شعور هون قد ما المناظر بتحبس الأنفاس إنه بتشعروا إنه مش حقيقي، إنه بدكم أكم من دقيقة لتستوعبوا جمال المكان. وأكيد ما تنسوا تخصصوا وقت بس للصور يلي مش محتاجة أي فلتر. وهذا يلي عم بتشوفوه هو نهر تون يلي عم نشوفه من مكان إقامتنا فندق دلتا بارك، وما في أجمل من هيك منظر بهدي الأعصاب بعد نهار طويل. وأنا كتير متحمسة لأنه تخيلوا إنه فيكن تكونوا عند النهر والخضار بلحظة وبأقل من ساعة تلاقوا نفسكم بين التلوج. بس لحظة قبل ما نوصل مرينا بوادي 72 شلال بمنطقة لاوتر برونن، كمان هالمنطقة معروفة للهايكينج. هلأ نحن بالتلفريك بطريقنا لقمة تشيلترون على ارتفاع 2970 متر. غير أهمية سلسلة جبال الألب هون، كمان لمحبي أفلام جيمس بوند فيلم On Her Majesty's Secret Service تصور هون قبل 50 سنة. وإذا أنتم مهتمين بتفاصيل أكثر عن الفيلم فيكم تزوروا المتحف الموجود هون. هاي الثريل ووك لتحطكم بالجو مع فيلم جيمس بوند. 200 متر في الشي تحتنا. أنا واثقة إنه في تكملة للمشي هادية. في تكملة أكثر للتقارير، في عنا لسه لجنيفا ولوسيرن كمان فقرتين من سويسرا. وسويسرا بتاخذ وقت، يعني المناظر والأماكن فيها كثير حلوة. بس كمان بهذا التقرير إذا شفتوا في منطقة مرينا فيها على الطريق لجبل شيلترون اللي هي اسمها لاوتر برونن، معروفة بال 72 شلال مثل ما قلت. يعني بشجعكم إذا رحتوا تنزلوا من السيارة وتروحوا تعملوا هايك بهاي المنطقة. 72 شلال أكيد يعني لازم شيء مبهر، يعني عن جد المناظر فظيعة. والباراجلايدينج كمان تأكدوا ما تعملوا أكثر من 10 دقائق. أنا كنت مصممة إنه أستنى على الكاميرامان ينزل من فوق لتحت عشان يعني لما نهدي يكون في كاميرتين، فقعدت نص ساعة بالهواء. فكان شيء يعني شعور حلو، بس أكثر من 10 دقائق ما تعملوا هاي التجربة. لا لا، إحنا متحمسين إنه نشوف كمان التقرير الثاني وحنتعرف كمان على أشياء ثانية. أيوة. أنا واثقة أكيد من جد رحلة باينة رائعة وحمستينا. شكرا لك هيا. أهلين، شكرا لكم.